سلام، نتيجة خير برهان لهذه الطريقة اللي استعملت أي صبغة بدون أكسيدون، لأن القليل اللي كيستعملها والقليل اللي ما كيبغيش يقولها مشكل. هذا أنا كنعتبره ماشي سر، ولكن خاصك تعاون الناس اللي باغيين يصبغوا بوحدهم في الدار واللي كيسكنوا في مناطق بعيدة. حنا هنا باش نعاونوهم، واللي الصالونات ديالهم تقريبا راه بعادين عليهم، حنا كنحاولوا نعاونوا بأي طريقة كما كتلاحظوا هاد النتيجة هادي. مهم، السلام المتتبعات. بالنسبة لهذا الفيديو دائما بإزالة الشيب وطريقة الصبغ والأرقام المستعملة، لا أبخل بأي طريقة أستعملها والنتيجة خير برهان. تستعملينها وأنت مطمئنة من دون أي خوف، وكأنك حاضرة معي في صالوني الصغير والمتواضع. آمل أن تستفيدي وأن تطبقي الخطوات بالكامل. المهم، اللي عجبو الفيديو واللي استفدت ما فيها باس دير واحد الاشتراك دعمني ودير واحد لايك باش القناة ديالي تكبر، لأنني أنا دائما في الخدمة ديالكم، وأي سؤال قلتوا لي راه كنقولوا لكم. أنتم كتستافدوا، ما غادي تخسروا حتى شي حاجة، يعني لايك يعني واحد الاشتراك باش المشاهدات ديالي تكبر. وهذا محتوى اللي كنفيد به الناس، ماشي محتوى تافه. المهم، كما كتعرفوا هذا درت اشقر فاتح من دون اوكسيدونت، هذه كتسمى عملية تخصيب الشعر. هذه جربيها، ما غاداش تندمي، طريقة جميلة، طريقة زوينة، غادا تنفعك بزاف. هنا استعملت الصبغة بدون اوكسيدونت، ولكن من غادي خاصكم تتبعوا المراحل وتشوفوا الفيديو كامل باش تستافدوا. المهم، اللي عنده شي سؤال راه يقولوا لي في التعليق. ما بغيش نبقى نهضر بزاف، لان راه كنكتب المهم راه كل واحد وكيفاش كيبغي يوصل المعلومه ديالو. انا اول حاجه يعني هذه الطريقه هذه راه كي بعض الناس كيقول لك لا ماشي طريقه، ولكن هذه الطريقه هذه تجربه، وطريقة الخدمة ديالي كيفاش خدمتها راه كتكون نتائج جميلة. وأن الكليان ملي كيعاود يرجع عندي مثلا السيمانة الجاية ولا بعد شهر كيبغي يدير بروشينغ، لأنني دائما أنا في الصالون راه كنلقى أن الشيب تعطل، يعني ما كيخرج على واحد المدة اللي طويلة. يعني كنجربها، يعني خدمت بها، يعني أهم حاجة أن الكليان يكون راضي على هذيك الخدمة، والله هو المستعان. وشكرا لكم، وتبعوا الفيديو، والسلام عليكم ومبروك عواشركم.